كهربا حبيبك انا صح؟ حبيبك انا؟ كهربا مع الكهربا هيعملوا مشاكل. اخد نفسي. انت حبيبي. عايز اطلع اللي جوايا دلوقتي. انا حبيبي. انا حبيبي. يا رامز. انا حبيبي. هسألك سؤال. انا حبيبي. اهدى. انا لسه شان. بص. هموت. لا لا لا. انا مين عم مصر يا؟ مين عم مصر؟ مين عم مصر؟ عم مصر. هنمر مع بعض بكذا مرحلة. أول مرحلة اسمها مرحلة الشفافية. بعد الحلقة دي هيجيبوك في برامج كتير وهيسألوك كنت عارف ولا ما كنتش عارف. جاوب. لا 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 مش عارف. بص للكاميرا وقول. لا 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 والله العظيم مش عارف أي حاجة. كهربا صادق يا جدعان. المرحلة التانية اسمها مرحلة التصالح مع النفس والآخرين. اه. أنت كنت بتقول إيه مع جمهور الأهلي في ماتش الزمالك الأخير؟ دي مهمة أوي عشان الناس تعرف. قول بسرعة. لا كنت بقول. أيوه. كنت بقول أوف أح كهربا عقده صح. والمصحف الواد ده هجام. انت قلت كده في لجنة الضباط يا جدع. اه انا قلت كده في الفيديو هنمشيها. قلت كده دلوقتي احنا اهلاويه زي بعض صح؟ تمام. عايزين نثبت بقى للناس ان احنا روحنا رياضيه. انا بحاول احطك على الطريق الصح. عايزين نقول لجمهور الزمالك احنا اسفين. انا كنت هتكلم في الموضوع. ايوه بالظبط كده. ولا انا اللي اتكلم هنا. انا اللي اتكلم هنا. انت عم مصر. ايوه كده. بس رد يا ده بس. لا 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 هتشوف مين عم مصر. هتاخد من حد وبوس. لا هتشوف. انا اخوك يا بس. بس. والبوس اخوك. اخوك ولا مش اخوك؟ اخوك ولا مش اخوك؟ ايوه كده. جمهور الزمالك طبعا يمكن انا بشكره وانا عمري ما ازعلكم. انا مشكلتي كلها مع اشخاص. لا بقول لك ايه احنا مش احنا مش برنامج زملكاوي. انا بقول دلوقتي بنبص بنقول احنا اسفين يا جمهور الزمالك. احنا اهلاويه متحضرين. جمهور الزمالك لو اي حاجه زعلتكم منه او انتوا واخدينها ان انا زعلتكم او بكيتكم في اي حاجه ما تزعلوش مني. مين زملكاوي هنا يا جدعان؟ ما حدش. حد الزملكاوي خالص. انت زملكاوي؟ اخويا انزل بقى دلوقتي. ماشي. نزله دلوقتي. مرحله الثبات الانفعالي. انا عارف ان انت اعصابك جامده وحديد صح؟